تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي. وأعرب جلالته أيده الله عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها المجلسان لخدمة الوطن والمواطن، مشيدا بالدور الفاعل الذي تطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة النيابية وتعزيز مساهمتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني قضايا المجتمع البحريني، منوها جلالته بالإنجازات التي حققها المجلسان ودورهما المحوري في تطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه في كافة المحافل، بالإضافة إلى مد جسور التعاون وتوثيق روابط الصداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. كما أثنى جلالته على ما تضمنه تقريرا مجلسي الشورى والنواب من إنجازات وأفكار بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، متطلعا إلى أن يشهد دور الانعقاد الجديد تحقيق المزيد من المنجزات التي تخدم مسيرة العمل الوطني. وأعرب جلالته أيده الله عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في كافة مجالات العمل الوطني وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على كافة المستويات. هذا وجاء في تقرير مجلس الشورى إحصائيات عن مناقشات المجلس وأنشطته، ويأتي هذا التقرير ليكون ثمرة التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى للمجلس دعما لمسيرة الديمقراطية وخدمة للوطن والمواطن، وليؤكد الجهود الحثيثة التي قام بها المجلس رئيسا وأعضاء وموظفين تأدية للدور الوطني المناط بهم. هذا وجاء في تقرير مجلس النواب ما تم إنجازه من أعمال وإنجازات طوال دور الانعقاد الماضي، إلى جانب الآليات والأساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد المنصرم. وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أهم ما حققه مجلس النواب من إنجازات تشريعية وقانونية في دور الانعقاد السابق بفضل دعم جلالة الملك المفدى، وذلك من خلال التعاون البناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.